الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ السايد بار. كنا وقفنا عند الحد ده ان الكونتنت، ان احنا ظبطنا الكونتنت. نبدأ بالسايد بار، الجزء ده. اول حاجة في السايد بار سيرش بوكس. سيرش بوكس نشوف ان انا اي دي ايه. سايد بار، من تحت سايد بار نخش على اول حاجة سيرش بوكس. سيرش بوكس عبارة عن اي دي. اول حاجة نعملها، احنا شايفين ان واخد، ان الاي دي واخد، مش معمول ريسيت زي ما احنا شايفين، ان واخد شكل وخط ولون حاجات كده يعني. طيب احنا هنيجي فوق في الريسيت وهنضيف لدول انبوت عشان نشيل اي حاجة معمولة دي. نرجع تاني للسيرش بوكس، مش هنحتاج في حاجة. ال input name id واخد id s، يبقى سيرش بوكس id s هنعمل فيه التالي. اول حاجة هو ليه باك جراوند، احنا واخدينها قبل كده. نو قصدي ريبيت اكس. هنعمل له بادنج ولتكن 7 بكسل، كويس. ويدث هو عرض النيفر كله 270، ده هنعمله مثلا 210 بكسل. كويس جدا. راوند كورنر موز بوردر راديوس 5 بكسل. مظبوط. اعتقد ان الفاليو ملهاش لازمة، مش عايز له فاليو خالص. انا شايف انه كده زي الفل، والفاليو هنا برضو ملهاش لازمة. ليها لازمة، خليها كده. نكتب فيه، نعمل له border 1px solid. ايه جميل جدا. بعد كده نراجع بقى ال PSD كويك فكرة من دماغنا. عندنا هنا ده الزرار، دي زرار البحث. طيب هني ناخد سيرش بوكس id bottom
واحد اللي هو زرار سبميت، واحد اي دي بوتون. اول حاجة اقولها له تكست اندنت، بلاش نسبة الأحداث. background search icon no repeat search icon 43 في 43 width 4 3 pixel. بالظبط كده position absolute وادي شكل الزرار submit text indent تكست اندنت عشان نخفي التكست اللي كان على الزرار زي ما احنا شفنا. برضه الاكس رولر لاين ماشي. بالمناسبة انا رجعت الاوثر ميتا وعملتها سبان، لان السبان بياخد على قد التكست اللي جواه، بدل ما اقعد اعمل مارجن من كل جنب عملت لها سبان ماشي. وده كان لعلاجها على الاكسبلور. كان حاجة كمان لعلاجها على الاكسبلور عملتها في وقت التوقف اللي فات، كانت البوست ميتا ان اديتها عرض محدد، حددت لها عرض الاكسبلور برضه اديت لها 400 بس كده. دول الحاجتين اللي عملتهم في التوقف، مش راح اشيل نوع، مش راح اشيل حاجة. بعد كده كده السيرش بوكس، نيجي بقى لمكان زرار البحث. مكان زرار البحث احنا عايزينه ميبقاش كده، عايزينه يبقى زي الفوتوشوب زي البيس دي هنا. والله هو كده مناسب برضو، بس لا يعني نخليه كروزر ونخلي دون كروزر ديفولت ونخلي ما اسمها ايه، والله نسيت. بوينتر، بحيث لما ادوس عليه كده يبقى يديني الايد دي. يبقى كورسر بوينتر. بعد كده احنا ادينا له بوزيشن ابسوليوت، بوزيشن ابسوليوت توب، لا بلاش توب ليفت 10 بيكسل. لاحظ انه جه برضو من اول الايه، من اول الدوكومنت نفسها. يبقى كده عايزين ايه، سيرش بوكس، سيرش بوكس خليه بوزيشن ريلاتيف عشان يبدأ الابسولوت من جواه بالمنظر ده. طيب يبقى ليفت 20 بيكسل، 30. هو السي اس اس كده، كل حاجة لازم تعملها تشوف انت وصلت لفين عشان تقدر تظبط كل حاجة زي ما انت عايز بالظبط. تلاتة سبعة
كويس جدا كده. نشوف الاكسبلور المشلول زي ما انتم شايفين. الاكسبلور جابه منين؟ من هنا. طب ليه؟ بص، هو في كذا حاجة لعلاج حاجات زي دي على الاكسبلور. الاكسبلور اصلا في البوزيشنز يعني بيألف، خاصة في الريلاتيف والابسوليوت بيألف، بيمشي زي ما هو عايز. نعمل حاجة زي دي ازاي؟ في عندنا خيارين. الخيار الأول اسمه conditional comments. وهي أخذ الكود داون، هنبحث على جوجل عنه ونحطه في رأس الصفحة. ونحطه في رأس الصفحة ونقول له، ونحط جواه internal style style type text css ونجيب search box button، نحطه هنا ونقول له ليفت 0 بيكسل مثلا، وناخد كل ده نحطه في الكونديشنال كومنتس ده اللي هو التعليق المشروط. مشروط ازاي؟ بشرط ان يكون انترنت اكسبلور. التعليقات المشروطة في الانترنت اكسبلور بس 6 أو 7 ايا كان. نعمل ريفرش للصفحة، جه في مكانه اللي احنا عايزينه بالظبط. كويس جدا، يبقى كده الفايرفوكس مظبوط وفي الانترنت اكسبلور مظبوط. في حل تاني بس مش valid. الحل ده هو الفاليد، هو اللي بيطلع صح في محرر في wp.org لما بتعمل تشيك على ملف css، ده اللي بيطلع صح. الغلط بقى والله انا شايفه، انا مش شايفه غلط يعني، انا على طول بستخدمه، ان هو بعمل underscore ليفت واعمل القيمة الجديدة. ال underscore دي شغالة للانترنت اكسبلور 6 بس، يعني دين اي اي 6 بس مش 7. في 7 بضطر استخدم التعليق المشروط كده. لو مسحنا التعليق المشروط ده خالص، ريفرش، مفيش اي حاجة اتغيرت. معنى كده ان ال underscore دي اشتغلت، بس لاننا بنبحث عن الحاجة الصح نشتغل بال conditional comments. ماشي كده الاكسبلور برضو الدرس هيطول قوي قوي، مش عارف ايه ده. هو سي اس اس اصلا في كلام كتير قوي يتقال. طيب نيجي خلصنا سيرش بوكس، بعد كده نيجي للسايد بار. اسرع حاجه بقى، كفايه كلام بقى. السايد بار ويد جيتس، هنشوف اللي بعد كده بعد السيرش بوكس في ايه. سيرش بوكس بعد كده الكلاس ويدجت، هاجي دوت ويدجت اقوله باك جراوند اف 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 ده الابيض، يبقى الباك جراوند ابيض. لا ويدجت يو ال هي الابيض. الويديت نفسها ابيض. مارجن، لا المارجن دي نخليها في السيرش بوكس. هنعمله مارجن 10 بيكسل توب اند بوتوم 0 يمين وشمال. لا في السيرش بوكس شخصيا هنا لا انا شايف ان التوب ملهاش اي لازمة. رايت بوتوم ليفت والبوتوم نخليها 20، يبقى مارجن بوتوم 20 بيكسل. كويس،
وديت نعمل لها بادنج 10، ازاحة كل الحاجة، كل حاجة جواها 10 بيكسل. مارجن بوتوم 20، كويس 10، لا 20، والبادنج 20. جود. بعد كده هنعمل ويدجت ال اي بوردر بوتوم 1 بيكسل دوتد، نقط يعني، منقط بلون دي. جميل جدا. وقبلها ويدجت اتش 2، ويدجت اتش 2 فونت سايز 18 بيكسل، باك جراوند نخليها، والله مش محدده في الفوتوشوب لكن محدده دلوقتي، يعني نخلي الباك جراوند مثلا اللون ده، غامق جدا. برضو غامق، أعتقد ده كويس. هو غامق شوية، كويس جدا. color جميل. نسبيا كويس يعني. ده أحسن، بس فونت فاميلي أريال، التهومة لما بيكبر مش عارف شكله غبي جدا يعني، التهومة دي الخطوط الصغيرة، أنا شايف كده يعني، كل واحد حر. ترتيب بقى، في الأول وفي الآخر الترتيب ده بيساعدنا احنا، بيساعد اللي شغال. بادنج فوق وتحت 3 بيكسل، يمين وشمال 5 بيكسل. خمسة كويس. لاين هايت نكبر شوية،
فاهم ليه مش بالينج عشرة بيكس بعدين رايت عشرة بيكس كويس بعد كده مارجن بوتوم تو بيكس كويس خمسة بيكس ويدجت ال اي اي مارجن بوتوم بحيث ان الرابط يبعد عن الخط السطر اللي تحت شوية بادينج بوتوم لان انا بادينج جوه ويتيت ال اي ايه ملهاش اي لازمة من اللي هنا بادينج بوتوم من ال اي نفسها بادينج بوتوم تو بيكس That's what I want. تمام كده اكسبلورر زي الفل كله تمام جدا على الاكسبلورر ما عدا الصور الشفافة والصور الشفافة هنعالجها بعدين طيب كويس جدا بعد كده والله انا شايف ان الويدجت الويدجت ال اي يبقى الفرونت سايز فرونت سايز 12 اصلا الخط كل ما يبقى اصغر كل ما يبقى شكله اشيك وخاصة التهومة بعد كده مفيش حاجة بقى كده السايد بار تمام انا بس لون الخط اللي انا معترض عليه فهنشوف فاتح اوي برضو مش مناسب اللي هو انا عايز لا غامق اوي ولا فاتح اوي كويس جدا كده السايد بار تمام ممكن حاجة زيادة نعمله مثلا كده تمام كده السايد بار خلص هضطر اعمل فوتر في فيديو لوحده لان مساحة الفيديوهات كده كبرت قوي عليا من حيث التحويل لسه هحول ال FLV وبعد كده هرفع ف الموضوع كبر قوي مش نرجع تاني ليه نراجع مع الفوتر كده كله تمام حتى الآن السلام عليكم